بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه من ضمن محاضرات مبادرة تفكر، التي من خلالها أحاول أن أشجع الناس على التفكير، وكلما تفكر أكثر كلما زاد ذكاؤك واستيعابك للأمور، وكلما زاد يقينك بالقرآن الكريم وزاد تطبيقك له إن شاء الله. فموضوع هذه المحاضرة هو الشيطان. فإذا الإنسان تفكر في موضوع الشيطان وأراد أن يفهم أكثر وكيف يؤثر عليه الشيطان، يعني أراد أن يفهم الشيطان أكثر وأكثر، وكالعادة في مبادرة تفكر، إذا لجأ الإنسان إلى القرآن الكريم ليساعده الله عز وجل على التفكير، وليس أن يعتمد على أهوائه و اجتهاداته الشخصية. فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم، نبدأ بأولا يعني بإحصائيات معينة من القرآن. أولا، الله عز وجل ذكر اسم الشيطان في القرآن الكريم أكثر من 50 مرة، يعني ذكر الشيطان في القرآن الكريم أكثر من 50 مرة، مع العلم بأن اسم الشيطان هو ثاني اسم ذكر في القرآن الكريم بعد لفظ الجلالة، بعد اسم الخالق الله. تصور أخواني إخواتي، ثاني اسم ذكر في القرآن الكريم بعد اسم الله هو الشيطان، أكثر من ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، أكثر من ذكر عيسى، أكثر من ذكر الأنبياء كلهم. فهل يدلك هذا لو تفكرت فيه بأن هل موضوع الشيطان موضوع كبير ويستوجب التفكر فيه واللجوء للقرآن لمعرفته، أم هو موضوع ثانوي في حياتك، عرفته أم لم تعرفه تمضي في حياتك؟ فكر في هذا. بما أنه ثاني اسم ذكر في القرآن الكريم وذكر أكثر من 50 مرة، فهل هو شيء ثانوي أو رئيسي؟ شيء ثاني في القرآن الكريم أن الله عز وجل يذكر بأن السبب دخول الناس جهنم هو الشيطان. سبب دخول الناس جهنم هو الشيطان. فمثلا في سورة إبراهيم آية رقم 22، فيه يقول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فإذا السبب في دخول الناس في جهنم هو الشيطان. مرة أخرى، هل موضوع الشيطان رئيسي أم ثانوي؟ يعني هذا الكلام هل يخبرك بأن موضوع الشيطان رئيسي أم ثانوي؟ مع العلم إخواني إخواتي بأن غالبية الناس لا يدركوا أي شيء عن الشيطان، لا يدركوا أي معلومة عنه، معلومة حقيقية لا يدركوها. فطبعا هذا موضوع خطير جدا جدا جدا، بأن ثاني اسم في القرآن الكريم ذكر هو الشيطان، السبب الرئيسي في دخول الناس في جهنم وألمهم في هذه الحياة وفي الآخر هو الشيطان، ومع ذلك غالبية الناس لا يعرفوا أي شيء عن الشيطان. وشيء آخر، إذا رجعت إلى القرآن الكريم تجد بأن الله عز وجل يعلمك كل شيء عن الشيطان، وسأخبركم إن شاء الله عن موقعي لتجون فيه تفاصيل كاملة عن الشيطان إن شاء الله. و الله عز وجل يخبرك مثلا في سورة الناس، عز وجل يقول: من شر الوسواس الخناس. فيخبرك الله عز وجل هنا آلية تأثير الشيطان عليه، بأن الشيطان يوسوس، أي يتحدث بصوت مطابق لصوت النفس، في صوت تسمعه في عقلك، يعني تسمع أفكار في عقلك وكأن نفسك تحدث بها، ولكنه قرينك شيطانك. وفي ذات الوقت هو خناس، أي مستتر ومتخفي، يعني يطابق صوته مع الصوت اللي تسمعه في عقلك، وتسمع أفكار في عقلك تقول لك أفكار فيها سوء، كما يخبرنا الله في القرآن الكريم: إنما يأمركم بالسوء. يعني تدرك بأن الشيطان هو الذي يسمعك أفكار في عقلك تحثك على إيذاء نفسك، أفكار السوء مثلا بالانتحار، بالاكتئاب، بالخوف من النجاسة، بأن يعني تغسل يديك مثلا مرارا وتكرارا وتصبح عندك حروق جلدية، بإضاعة الوقت، أو تؤذي غيرك عن طريق الشتم والقتل. كل هذه تسمعها عن طريق أفكار في عقلك بصوت مطابق صوت النفس. شيطانك يسمعك هذه الأفكار في عقلك ويحثك عليها
والصوت مطابق صوت النفس يعطيك مبررات لذلك. وأيضا الشيطان هو السبب في سماعك الأفكار الجنسية في عقلك البذيئة ليلا ونهارا، مما يضعف مقاومتك لمقاومة الزنا والخيانة الزوجية. وأيضا الشيطان هو المسؤول عن سماعك في عقلك الأفكار فيها إساءة لله عز وجل، إساءة للقرآن الكريم، تشكيك بالإسلام، تشكيك بالقرآن. فموضوع كبير جدا إخواني إخواتي، وفكر فيما أقول لو سمحت يعني في هذا الكلام، ولمعرفة تفاصيل إن شاء الله كبير جدا عن الشيطان لتسهل عليك مقاومته ومجاهدته وتصبح إنسان أفضل وأقرب الله عز وجل. رجاء تفضل بزيارة موقعي الذي سبينه الآن إن شاء الله. الموقع هو هذا، هو موقعي www.quran-miracle.com. وفي هذا الموقع إخواني إخواتي ستجد إن شاء الله تفاصيل كاملة عن كيف يؤثر الشيطان علينا وكيفية العلاج من هذا التأثير بطريقة علمية منطقية. وإن شاء الله كلما جاهدت الشيطان أكثر أكثر، كلما أصبحت إنسان أفضل وأقرب الله عجل، وستكون لك السعادة في هذه الحياة وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.